كان لعيب كبير لعيب صغير هيفضل يتعلم في النادي الاهلي وهيعلم اجيال وهيعلم كل الناس ان احنا بنلعب على بطوله. فبارك لكل الناس وبارك للجهاز الفني النهارده، يعني الحمد لله كلنا يعني كلنا كنا نستحق ان لازم نحقق البطوله دي، بطوله غايبه عن النادي بقى له 10 سنين. وطبعا الحمد لله ببارك لكل الناس ومبروك. كنت مصاب انت الفتره اللي فاتت ورجعت على مباراه سموحه، ما شاء الله تالقت وجبت جونين، بتجهز نفسك ازاي للمباريات وخصوصا بعد العوده من الاصابه؟ بيبقى الامور يمكن صعبه شويه، لكن الناس فوجئت وشافت وليد سليمان في قمه مستواه بصراحه. والله الحمد لله، طبعا انا بشتغل فترتين على نفسي مع في النادي على فترتين فترتين لما يكون في تدريب الصبح بتمرن بعد الصبح مع الفرقه، وبعد الظهر مع ناس تانية مع كابتن حسين والدكتور وفائي، ولما بيكون في تدريب الظهر بتمرن الصبح. يعني الحمد لله يعني من الجهاز الفني كابتن حسام كان بيقول لازم تشتغل جامد عشان الفتره الجايه هنكون محتاجينك، والحمد لله طبعا ببارك لكل الناس وربنا كل مجهودنا الحمد لله. اول بطوله كاس ليك مع الاهلي؟ اول بطوله كاس وصعبه، بقول الحمد لله يعني في اخر ثانيه. نفسك انت تحقق البطوله دي اللي يمكن البطوله الوحيده ما حققتهاش مع الاهلي؟ فعلا الحمد لله البطوله كانت صعبه، وبهديها لكل جمهور النادي الاهلي. افريقيا بقى المرحله الجايه مركزين فيها اكيد؟ اكيد طبعا، احنا هنا في النادي الاهلي تعودنا ان بتتحقق بطوله بتفرح في نفس اليوم، بتقفل ثاني يوم بتفكر في البطوله اللي بعدها، وان شاء الله التوفيق من عند ربنا. احنا مركزين.